الدفاع عن الأوطان ليس مرهونا بامتلاك العدة والعتاد، وإنما هو مرهون بمدى إيمان وعقيدة الرجال الراسخة داخل نفوسهم. السبع خطة وخطوته زلزال، المصري حر قريبا من الأفعال، وعشانها ضحى خطة شق جبال، قدم شهيد يا مصري ليكي وفخر للأجيال. السبع خطة وخطوته زلزال، المصري حر قريبا من الأفعال، وعشانها ضحى خطة شق جبال، قدم شهيد يا مصري ليكي وفخر للأجيال. وحوش أبطال وخسود في جبال في الصخر نفوت، ونهد الأعادي رجال ولا بينها بموت، أبطال عالنار بنفوت نفديكي يا بلادي. وحوش أبطال وخسود في جبال في الصخر نفوت، ونهد الأعادي رجال ولا بينها بموت، أبطال عالنار بنفوت نفديكي يا بلادي. اللي عادينا نقسمه في الحال، دي مصر بلدي مصنع الأبطال، بيحضنوها بالعلم وما عندهمش محال، نعرف نجيب حقنا وسلاحنا عمره ما مال. اللي عادينا نقسمه في الحال، دي مصر بلدي مصنع الأبطال، بيحضنوها بالعلم وما عندهمش محال، نعرف نجيب حقنا وسلاحنا عمره ما مال. وحوش أبطال وخسود في جبال في الصخر نفوت، ونهد الأعادي رجال ولا بينها بموت، أبطال عالنار بنفوت نفديكي يا بلادي. وحوش أبطال وخسود في جبال في الصخر نفوت، ونهد الأعادي رجال ولا بينها بموت، أبطال عالنار بنفوت نفديكي يا بلادي.